يعطيكم العافية، شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. أنا طارق محمد بطة. طبعا أنا قمت بتطوير مشروع لتتبع إدارة المركبات وتحديد مكانها وربط هاي البيانات بخرائط مكانية. طبعا ما في مشروع بخلو من هدف، وأنا مشروع لفوائد وأهداف كثيرة، منها إنه تمكن أصحاب المركبات كالمؤسسات من التحكم بسرعة المركبات وضبطها لعدم تجاوزها لسرعة معينة، وهون بكون المشروع ساهم في تحقيق الأمن والسلامة اللي هن أحد أهداف التنمية المستدامة. وأيضا يمكن استخدام هذا المشروع في المؤسسات الحكومية لضبط تحركات المركبات الحكومية ومتابعة نشاطاتها وكمية مصروفها من الوقود وتحديد مساراتها اليومية. هون بكون المشروع كمان ساهم في تحقيق الرقابة والشفافية. وأكيد المشروع بيحتوي على خوارزميات ذكية بتمكنه من إرسال تنبيهات مباشرة عن طريق الـ SMS في حال تم تجاوز إعدادات مسبقة مثل حدود السرعة أو منطقة العمل المسموح بها. ويعطيكم العافية، هذه كانت فكرة مشروعي. شكرا لكم، كملت الفيديو للآخر. السلام عليكم.